بسم الله الرحمن الرحيم، سنقدم لكم اليوم درسا في مكون القراءة، الوحدة السابعة، الأسبوع الأول، المستوى السادس. عنوان النص: ما التربة الزراعية؟ نهدف من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف التالية: القدرة على صياغة فرضيات المعنى انطلاقا من مؤشرات دالة الصورة والعنوان، ثم القدرة على قراءة النص بطريقة معبرة وبطلاقة، والقدرة على استخراج معلومات صريحة من النص، والقدرة على فهم المقروء واستثماره باستعمال استراتيجيات ما بعد القراءة، إبداء الرأي والإنتاج والتلخيص. إذن نلاحظ الرسمين التخطيطيين هنا. عنوان الرسم التخطيطي: رسم تخطيطي لتربة زراعية جيدة. لدينا مجموعة من النسب: سيليكا 60%، طين 20%، جير 12%، دوبال 8%. وهناك عنوان النص هو: ما التربة الزراعية؟ إذن فما هي الأفكار التي زودك بها هذا العنوان؟ إذن عندما نقول ما التربة الزراعية كعنوان، تتبادر إلى أفكارنا أو إلى أذهاننا مجموعة من الأفكار: التربة، الفلاحة، الحقول، السماد، مكونات التربة، أهمية التربة، البذور، غرس الأشجار، الزراعة، إلى غير ذلك. إذن سنستمع الآن إلى النص بإمعان، ونحاول أن نقارن توقعاتنا مع ما جاء به النص من أفكار. استمعوا جيدا. ما التربة الزراعية؟ قد يحسب الناس الأراضي الزراعية متشابهة إلا الخبير الزراعي والفلاح، فهما يعرفان أن التربة أنواع كثيرة، نوع لا يرويه إلا المطر الغزير، ونوع تكفيه قطرات ماء، ما دامت كثرة الماء تكون فيه مستنقعا، وآخر يحتاج النترات ليعطي محصولا جيدا، بينما لا يحتاج غيره من الأسمدة إلا الفوسفات، وهكذا. ولا يتساءل عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل نوع من التربة والمواد المكونة له، إلا مهتم بالشأن الفلاحي. وأول ما عليه أن يدركه أن التربة خليط بنسب متغيرة من أربع مواد رئيسية، هي السيليكا والطين والجير ثم الدوبال. فالسيليكا مادة توجد في التربة على شكل حبيبات، تعتبر المكون الأساس للرمل. والطين خليط من البوتاسيوم والحديد والصوديوم والكالسيوم والألمنيوم، وكلها معادن يرجع إليها الفضل في خصوبته. وتسمى التربة الغنية بالطين ثقيلة، لأنها لا تمتص إلا القليل من الماء بسبب انتفاخ جزيئاتها كلما تبللت، ولا تحرث وتحفر إلا بصعوبة، عكس التربة الرملية المسماة خفيفة، لأنها تمتص الماء بسرعة وتتجفف بسهولة، مما يجعلها تستهلك الماء بكميات كبيرة. وإذا كانت التربة الطينية تحسن بإضافة الطباشير أو الرمل إليها، فإن التربة الرملية تحسن بالدبال. ويمكن تخصيب التربتين معا بالمخصبات الكيماوية، والدبال يسهم أكثر من أي مادة أخرى في خصوبة الأرض، ويتغير تركيبه باستمرار بسبب البكتيريا التي لها الفضل في تكوينه. أما الجير فله أهمية كبيرة في تخصيب الأرض، إذ يمد النباتات بعنصر الكالسيوم اللازم لنموه. يعني بعدما استمعت للنص، هل ما توقعته كان صحيحا؟ يعني
هل الأفكار التي جاء بها النص تطابقت مع توقعاتك؟ الآن قم بالإجابة على الأسئلة التالية في دفترك بعد قراءة النص قراءة متأنية. كم فقرة في النص؟ حدد بداية ونهاية كل واحدة أو كل واحدة عفوا. ما هي المواد الرئيسة المكونة للتربة؟ من ماذا يتكون الطين؟ لماذا سميت التربة الطينية ثقيلة؟ ما سبب تغيير تركيب الدول؟ الفهم أصل بخط. لدينا مجموعة من الجمل: حسب الأرض متشابهة، وحسب الجلد بسبب البرص، وأدرك ما التربة، وأدرك التمر فجني، وأدرك وقت الصلاة. هذه الجمل ابتدأت بأفعال: حسب، حسب، أدرك، أدرك، أدرك. وكل فعل في هذه الجمل له معنى. فما معنى حسب في الجملة الأولى؟ هل معناه عرف، حان، نضج، بيض، ظن، خال، أم فهم؟ نفس الشيء بالنسبة لباقي الأفعال. الآن سنجيب عن السؤال الثاني: ما ضد الكلمات التالية؟ متباينة، غافل، ثانوية، ثابتة. سؤال ثالث: ما الفائدة من معرفة التربة؟ فكر جيدا قبل الإجابة. السؤال الرابع: ميز بين السماد العضوي والمخصبات الكيماوية. الآن ناقش هذه الفكرة: أي التربتين أفضل في رأيك؟ التربة الطينية أم الرملية؟ ولماذا؟ يمكنك هنا أن تستعين بما تعلمته في درس النشاط العلمي الخاص بالتربة. أخيرا، استعمل الأساليب التالية معتمدا على الفقرة الأخيرة: أم، ف، أكثر من، في. شكرا على تتبعكم.